السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة مشكلة جديدة في كيسة اتش بي من نوع 7700 زي ما احنا شايفين قدامنا كده، او اي كيسة اتش بي الاعطال تقريبا بتبقى واحد. الكيسة لما باجي اشغلها زي ما احنا شايفين قدامنا بتدي معايا اربع صفارات بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده، ومروحة البروسيسور زي ما احنا شايفين قدامنا اللي هي المروحة اللي قدامنا دي مش بتلف، وزي ما احنا شايفين اربع صفارات زي ما احنا سامعين كده، اتنين تلاتة أربعة بالشكل ده كده، والبورد قطع باور خالص. تمام، طبعا العطل بتاع الأربع صفارات دوت بيبقى عطل في الباور سبلاي الخاص بيه الجهاز، بس الغريبة إن أنا لما ركبت الباور سبلاي تاني الكيسة برضو يعني إيه وصلت التوصيلات الهارد وكل حاجة، الكيسة برضو ادتني إيه الأربع صفارات. تمام، فبدأت إن أنا أفصل قطع قطع في الجهاز، بدأت ان انا اشيل الرامات واجرب برضو نفس المشكلة برضو، فصلت شفت مداخل اليو اس بي لقيتها تمام ما فيهاش اي مشاكل. لما جيت افصل الهارد اللي راكب فيه الجهاز لاحظت ان الجهاز اشتغل معايا من غير الاربع صفارات زي ما هنشوف مع بعض. هنفصل، انا كده فصلت الكهرباء عن الجهاز، هنبدأ نفصل الهارد اللي راكب فيه الجهاز، نفصل كابل الكهرباء زي ما احنا شايفين قدامنا كده، هبدأ ان انا اشغل الجهاز من تاني وهنشوف ايه اللي هيحصل مع بعض. هنبدأ نشغل الجهاز بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده، زي ما احنا شايفين قدامنا المروحة اشتغلت والصوت بتاع الاربع صفارات ما اشتغل، يعني ما ظهرش معايا زي ما احنا شايفين قدامنا كده، والجهاز اشتغل طبيعي من غير اي مشاكل. لو جينا نلاحظ هنا الجهاز اشتغل طبيعي من غير ايه، من غير اي مشكلة زي ما احنا شايفين قدامنا كده. تمام، يبقى كده المشكلة هنا قدامنا فين؟ في الهارد ديسك ده. طب ايه مشكلة الهارد ديسك ده؟ هنبدأ نفك البوردة الخاصة او الكارتة الخاصة بالهارد ونشوف ايه المشكلة بالظبط. زي ما احنا شايفين قدامنا كده فكيت البوردة الخاصة بالهارد ديسك، وعند قياس الدايود الخاص بالبوردة اللي هو المداخل الخاصة بالبوردة زي ما احنا شايفين كده، في اتنين دايود هنا عن طريق جهاز المالتي ميتر الديجيتال على وضع البازر زي ما احنا شايفين كده، وضع الصفاره زي ما احنا شايفين قدامنا كده. ولما جيت اقيس الدايود الاولاني زي ما احنا شايفين كده، احط طرفين المالتي ميتر على الدايود زي ما احنا شايفين قدامنا كده، عمل معايا الصفاره زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده كده. لو ظاهر معايا صوت الصفاره، ده جهاز المالتي ميتر زي ما احنا شايفين كده. لما جيت اقيس اول دايود معايا بالشكل ده ادى معايا ايه صفاره، لما جيت اقيس الدايد الثاني اللي موجود في البورده اشتغل معايا عادي من غير اي مشكله. فكده سبب المشكله ان سبب الصفاره ان الكارته ديت عامله قفله على الباور سبلاي، فالباور سبلاي ما اشتغلش وادى صوت ايه الاربع صفارات. حل المشكله ان انا هغير الدايد دوت زي ما احنا شايفين كده من اي كارته هارد قديمه نفس الموديل. ما غيرت الدايود بواحد نفس القيمة من بوردة نفس الموديل وركبت الهارد زي ما احنا شايفين كده، وصلت التوصيلات الخاصة بيه الهارد زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده كده. ممكن حل تاني، انت ممكن تجيب هارد تاني لو انت بقى مش هتعرف تغير الدايود، لو انت ما عندكش نفس القيمة فطبعا انت بتركب هارد تاني والمشكلة بتتحل. فانا هبدأ ان انا اقفل الكيسة زي ما احنا شايفين قدامنا وابدأ ان انا ايه اشغل الجهاز. انا اشغل الجهاز بعد ما ركبت الهارد وبعد ما غيرت الدايود، اشغل الجهاز زي ما احنا شايفين كده، الجهاز اشتغل معاه طبيعي من غير اي مشكله. وهنا القرايه اللي ظهر على الشاشه هنشوفها مع بعض. زي ما احنا شايفين قدامنا كده الهارد اشتغل معايا 320 من غير اي مشكله، مجرد ما انا احفظ الاعدادات اللي هيفتح معايا الجهاز من غير اي مشاكل زي ما احنا شايفين قدامنا كده. وبكده عرفنا اسهل وابسط طريقه لحل مشكلة الأربع صفارات الخاصة بالجهاز اتش بي. في نهاية الفيديو أتمنى يكون الشرح عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك والاشتراك في القناة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.